للمقاييس. طيب اخي علي، انا حقيقه لان الوقت يتسارع معي في الموضوع هذا حتى انتقل للاستاذ عبده، يعني في ظل ما تذكره انت من قرار سياسي في الاعلام او في ظل العمليه الاعلاميه اللي تم عندنا هنا في الساحه، تتوقع يعني ماذا خسرنا في، يعني ماذا خسر الاعلام في ظل الازمه الموجوده وماذا كسب؟ الإعلام الرسمي للأسف أنه أيضا مارس دور التحريض على القتل، وصف المتظاهرين السلميين المدنيين بالقتلة وتصويرهم بمحاولة العنف، وهذه تهم خطيرة جدا وكانت تؤدي إلى استثارة الساحات في عموم الجمهورية. عندما يتم وصف المتظاهرين المدنيين السلميين الضحايا الشهداء المجازر منهم، يتم وصفهم في الإعلام الرسمي بأنهم قطاع طرق وبأنهم يدعون إلى العنف وبأنهم يعني اتهموا، يعني اتهمت الضحايا وهؤلاء الضحايا والجرحى والشهداء اتهموا بأنهم قتلة. فمثل هذه التهم الذي ساقها الإعلام الرسمي والذي كان يبرر للقتل ويسوغ للقتل ويحرض على القتل، لا شك أنها يعني ساهمت يعني بشكل كبير جدا في تأزيم الوضع وفي استياء الناس من أداء هذه السلطة. ولا أخفيك أن هذه الأخطاء الفظيعة تمام تسهل للثورة مهامها كثيرا. طيب أنا أشكرك حقيقة، أنت قدتني إلى موضوع أنا كنت أريد كيف أدخل على أستاذ عبده فيه هذا الموضوع، وإن كان أنا على نهاية البرنامج بقي معي تقريبا إلى 5 أو 6 دقائق. أستاذ عبده، على قضية أنه الإعلام الرسمي وتصريحاتكم أنتم وما إلى ذلك، أنا الذي أعرفه أنك أنت رئيس الحزب الديمقراطي الناصري، أليس كذلك؟ يعني يمكن الناس يتفاجئون الآن أنك رئيس هذا الحزب وأنت مؤتمري أكثر من بعض المؤتمرين. لا، نحن متحالفين مع المؤتمر وكنا متحالفين مع الإصلاح، والإصلاح انتخبوني انتخبوك في ايش؟ بانتخابات البرلمانية في 93. ايوه، قالوا عبد الجندي هذا أحسن من الزنداني، حملوا صوري فوق رؤوسهم. أين هذا؟ في الانتخابات النيابية في 2093، وأنا مدينة لهم في هذا. يوم كان عبد الجندي لا لا ماشي، لماذا يعني لماذا انقلبت عليهم؟ يا أخي كانوا متحالفين هم الرئيس، حلف من هذا حين اختلفوا هم الرئيس، وانا بيني وبينك ماشي اترك الرئيس لان الرئيس هو طيب. طيب معي معهم. طيب من اي ناحيه؟ ها؟ من اي ناحيه طيب؟ الرئيس ما بوش اطيب منه بشر. اذا قيل لك بانه هذه الاوصاف التي تطرح يعني عشان عينت نائب رجل نائب وزير. لا يا رجال، النائب الوزير عادي درجتي، انا درجت وزير عامل. دعنا نعدنا نعاونهم معاونة بهذا الجانب، يعني أنا نائب وزير يعني عادوا تعاونهم درجة. أنت الآن كمتحدث أقول لك رسمي، أنا دحين أقول لك كمتحدث رسمي وأسند إليك. ما أناش متحدث رسمي يا أخي، كل القنوات يعني طبعا بحكم يا أيها السادة المشاهدين ونحن نصور في هذه الحلقة، التلفون للأستاذ عبده من جميع القنوات لم يتوقف باعتباري يعني نائب وزير الإعلام وباعتبارك الناطق الرسمي تقريبا. يا أخي أنا ما فيش تعليل، لكن الناس أنا نائب وزير الإعلام. الناس تفاجئوا الآن عندما عرفوا أنك أنت رئيس الحزب الديمقراطي الناصري المتحالف مع المؤتمر، كانوا يظنونك مؤتمري يعني. لا أنا ما نش أصحاب المؤتمر استقالوا. أنا ما نش مع المؤتمر ولا أنا دخلت في عضويته، وشرف لي لو دخلت مع المؤتمر يعني ما أنكر. طيب انت لكن انا لو خرجت لو خرجت من هذا انتم احزاب التحالف، لو انتهى التحالف بيننا ما عملش ادخل مع من؟ نفسي انا ارجع مع اصحابي مع الاصلاح. هم اصحابك؟ نعم كنتوا انا متحالف معهم ودعموني بصدق ونجحوني الى مجلس النواب. فلماذا انقلبت عليهم؟ ما انقلبتوش، هم انقلبوا على الرئيس وانا ما جيت بخط الرئيس. وعلي محسن هذا كان واحد من الموافقين لي. موافقين لك انك تنقلب؟ مؤيدين لي ان انا اكون مع الرئيس. انك تنقلب يعني؟ ان انا اكون مع الرئيس. يعني الانقلابات موجوده عندكم من قبل، لكن استاذ عبده يعني ما اخفيك يعني في سؤال كذا محيرني الى حد ما. يعني كان المتحدث الرسمي باسم الدوله هو وزير الاعلام الاخ اللوزي. اسند الموضوع اليك متحدث رسمي. يعني اهوى للباقتك السياسيه؟ أم يعني استخدامك للقوالب المعينة؟ ما هو السبب في اختيار عبده اللوزي؟ خلطت أنا الاسمين مع بعض. عبد الجندي يعني كبيرة. أن يكون هو المتحدث الرسمي، يعني ما هو السبب؟ يا أخي أنا لو قلت لك بكلام أن المؤتمرين هذا مطيل والرئيس ما بوجه طيب منه، ما قد اتصلوا لي شي يوم يقولوا لي قول كذا ولا تقولش كذا. أنا أشوف التقارير. التقارير الرسمية هذه تجي يعني عندما عمل مؤتمر صحفي. لأنه ما لازم يكون عندي معلومات. أيوة. يعني أنا يعني دائما أمشي في خط في سوريا. واللي بني يستفيد. هل هذا الدم الناصري الذي يتحرك فيك الآن؟ نعم. يعني طيب. أخي أسأل علي، ما أثر انسحاب قطر من المبادرة؟ أولا انسحاب قطر من المبادرة أعتقد أنها أهالت عليها التراب. لأن المبادرة الخليجية. يعني دفنتها. بالضبط، يعني في تقدير الشخصي يعني ماتت هي تقريبا ماتت مع
لو رأيت صورة جنازة للمبادرة الخليجية والثوار يحملوها في الساحات ويقوموا بدفنها، لأيقنت أنها تم دفنها. هذه المبادرة في نسختها الأولى كانت تنص على تنحي الرئيس علي عبد الله صالح، في نسختها الثانية يتم نقل الصلاحيات إلى النائب، وفي النسخة الثالثة يعني يقدم استقالته بعد شهر، وفي النسخة الرابعة تتحدث عنه يوقع بصفته رئيس للحزب وليس رئيس للدولة. وكأن هذه الثورة قامت ضد المؤتمر الشعبي العام، هذه الثورة ليست ضد المؤتمر الشعبي العام ولا ضد الحرس الجمهوري ولا الأمن القومي ولا الأمن المركزي ولا عبد الجندي ولا حتى ضد أحمد الصوفي. هذه الثورة قامت تطالب برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، أن يأتوا بعد أكثر من شهر ويعدلوا هذه النسخ وفقا لرغبة الرئيس علي عبد الله صالح في كل مرة دون أن يراعوا هذه الدماء وهذه التضحيات الكبيرة. أعتقد أن قطر قامت بدور مشرف بانسحابها من هذه المبادرة، ولم تشأ أن تكون يعني وسيلة لتغطية ما يحصل من دماء. من بعد المبادرة الخليجية إلى اليوم ربما أكثر من 100 شهيد وآلاف الجرحى، جميل. لأن هذه المبادرة تنص في أحد بنودها على اجتماع مجلس النواب بما فيه المعارضة وإعطاء وصك قانون طيب. كضمانة للرئيس علي عبد الله صالح طيب. وبعض موظفيه طبعا. طيب يعني أشكرك على ذلك، لأن الوقت انتهى تماما وتجاوزته. إجابات سريعة أستاذ عبده، لماذا سيحضر الزياني إذن إذا كانت قد أهيل عليها التراب؟ يواصل مهمة المبادرة التي لم يهال عليها التراب، ما زالت المبادرة قائمة، والإخوة في أحزاب اللقاء المشترك يجب أن يوقعوا. دحين هم صدقتهم أنه ما مش مع المبادرة، هم بس يعني يشجعوا الرئيس علي عبد الله صالح على اساس ما يوقعش عليه والمجتمع الدولي يقف كله ضده، والا هذه المبادره تحقق لهم ما لا يحققها احد، تلزم علي عبد الله، لانه هم اقتنعوا بعد انتخابات 2006 لانها كانت حره ونزيهه انه لا امل لهم في التداول السلمي للسلطه الا اذا رحل علي عبد الله صالح. ولذلك شخصنوا القضيه. استاذ عبدو انا لا اخفيك، انا اكتشفت فيك اليوم مجموعه من التكوينات، فانت تحب الاصلاح. وما بقيت تقول لي صاحب علي محسن، تقول اصلاحي. أيوة. وانت تعز جدا وانك دخلت عن طريق بوابه علي محسن. أيوة. وانت ناصري الى النخاع. أيوة. وتحب العروبه في كل مكان ويبكي في المستشفيات، وانت كذلك اب، وانت تاثرت عندما دخلت الى مستشفى الثوره واخرجت ما في جيبك من مصاري، ولك ابن في هذه الساحات متاثر انت بذلك. جاوبني مجاوبه ليست سياسيه، ليست سياسية. جاوبني مجاوبة كذا بسيط. انا اقول بسيط، كل هذا وبسيط، بسيط عفوي، كل هذه الاشياء مجتمعة فيك وبسيط تلقائي. لا اجد لغة الدبلوماسية ولا لغة اللف والدوران، ولو اقتنعت ان علي عبد الله صالح يعني زي ما يصفوهم والله ما اجلس معه ليلة. اين عبد الجندي بعد انتهاء هذه الـ 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 هذه الأزمة؟ هم يقولوا ثورة، انت تقولوا أزمة، اين يجد عبد الجندي نفسه بعد هذا؟ أنا سأعتزل السياسة إذا وإذا دخلت يمكن أدخل مع الإصلاح. تدخل مع الإصلاح؟ لكن ما عم يقبلوني الآن. وهل تتوقع لأنه تربطني بمحمد اليدومي، مشينا أنا وهو في الحملة حق الرئيس وكنت أشوفه بالليل يذكر الله. قلت هذا رجل زاهد من أولياء الله الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتوقع يا أستاذ عبده يعني هل أنت مع الشباب في مطالبهم؟ أنا مع الشباب في مطالبهم. لو رتبت لك زيارة إليهم تزورهم؟ ما شفتك شو صار عندهم والله لا يهي. اقول لك يا لو تشوف مدوا لي من رسائل. طيب لا 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 لا, 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 لا وانت وعلي القرادي انا ارتب لك ذلك. يلا تمام اخي علي، انا اشكرك على هذا اللقاء. استاذ عبدو انا اشكرك على هذا اللقاء، وارجو ان اكون قد ازعجتكم باسئلتي، وان كنت حقيقه انا متعجب منك، انك قلت لي ليس في خبث سياسي يعني لا اتاكد. انت ما في بكش والله، بس من قبل انا لكنك يعني ما انت سهل. كيف انسان؟ انت تبحث عن صفه اخرى. طيب. عديها تمام. اعزائي المشاهدين، اتقدم حقيقه باسمكم الى ضيفي كل من الاستاذ عبد الجندي ابو